الانقلاب العسكري شاهدنا بما لا يقطع مجال للشك وقدمنا الأدلة أن منظومة العدالة في مصر غالبة غيابا كليا. الأزمة الحقيقية هي أن منظومة العدالة تقدم ستارا لمن ينتهك القانون، لمن يستريح الدماء، لمن يدوس حقوق الإنسان بنعال الدبابات، لمن ينتهك كل قيمة من القيم التي حرصت كل المواثيق والدساتير والقوانين والأعراف والنظم القانونية المتمدنة على أن تحميها أو أن تكفلها أو أن توفرها لمواطنيها. ولذلك الأزمة الحقيقية وإن كان مخلب القط فيها الجانب العسكري الانقلابي سواء في السلطة العسكرية بشكل مباشر أو في أدواتها كالداخلية أو منظومة البلطجية التي تديرهم المنظمة العسكرية بمعرفة وزارة الداخلية، لكن الحلقة الأكثر ضعفا والأكثر تهاورا هي منظومة العدالة، هي المنظومة اللي المفترض منها أن تنتصر للحقوق وأن تقيم منظومة القيم في المجتمع وأن تحفظها. هذه المنظومة التي قدمت الستارة والغطاء والحماية لكل من يرتكب الجريمة، وهذا ما حصلنا منه منذ اللحظة الأولى إذ بدأ واضحا وضوح الشمس منذ البدايات قبل 30 يونيو منذ 24/6 و21/6 حينما تم اقتحام المؤتمرات السياسية لحزب الحرية والعدالة في دسوق وفي كفر الشيخ وفي البحيرة وفي الإسكندرية وفي الزقازيق وفي المنصورة وفي غيرها، وتم إطلاق الرصاص الحي على المؤتمرون السياسيون في مؤتمر سياسي لحزب سياسي، ثم بعد ذلك اقتحام المساجد، ثم بعد ذلك اقتحام مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي وارتكاب القتل الممنهج على نطاق واسع، ومن يرتكب الجريمة في مأمن تام من المحاسبة. فالمشكلة والمعضلة والحلقة الأضعف في كل ما نعانيه وكل ما هو أمامنا هي منظومة العدالة. لا يوجد منظومة عدالة في مصر، وبالتالي لا يمكن لحر ولا يمكن لإنسان ولا يمكن لصاحب حق أن يطمئن أن الحق سينزل في منزله، أو أن الحروب ستحمى، أو أن الدماء ستعصم، أو أن جريمة الإبادة الجماعية المنظمة الممنهجة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وليست واقعة. من قتلوا أمس وهم تحت يد السلطة الانقلابية أو ما يسمى تجاوزا بسلطة العدالة سواء كانت النيابة العامة أو غيرها، قتلوا جميعا، قتلوا وقدمت مبررات متناقضة تشهد بحد ذاتها على الجريمة الكريبة التي ارتكبت. هؤلاء لم يكونوا مسلحين على الإطلاق، هؤلاء لم يكونوا مرتكبين جريمة على الإطلاق، هؤلاء كانوا محتجزون، كانوا محبسون بقرار ما يسمى بالنيابة العامة 15 يوما، وهم معتقلون بغير سند من القانون ولا سند من مشروعية منذ 7 أيام سابقة على واقعة قتلهم، وهذا خرق قانوني آخر. جميعهم معتقلون منذ يوم الأربعاء الدامي الأسود الذي زهقت فيه الأرواح بالآلاف في رابعة العدوية وفي النهضة، وكلهم قيد الاحتجاز منذ هذه اللحظة، وصدرت قرارات أمس بحبسهم وجرى قتلهم وتصفيتهم جميعا. من يرتكب هذه التصفية بهذا الدم البارد وبهذا الفجر وبهذه الجرعة على النحو الذي لا تقدم عليه الحيوانات، لا تقدم عليه الكواسر، لا تقدم عليه يعني أشرف الحيوانات في الغابات، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم عليه إلا هو محمي حماية كاملة مما يسمى منظومة العدالة في المجتمع. ولذلك القضية اليوم هي قضية وحار العالم، هي قضية الإنسانية جمعاء، هي قضية كل من ينتصف لحقه وحرية، هي قضية ما يسمى بالعدالة الدولية أو العدالة الجنائية أو منظومة القيم الإنسانية في هذا العالم كله. وبالتالي لابد من تشكيل لجان تحقيق محايدة ليست من مصر على الإطلاق. لا يوجد في مصر مطلقا ما يضمن لأن تحقيقا عادلا محايدا من الممكن أن يصل إلى الدليل أو أن يكشف الدليل أو أن يقدم مرتكبي هذه الجرائم وهم بحماية كاملة مما يرفع على تاجه وعلى غراته اسم العدالة. هم حماة المجرمين، هم مقدمي الستار أو غلالة المشروعية الزائفة لكل ما يرتكب من جرائم بشكل ممنهج. وبالتالي لا توجد منظومة عدالة في مصر، لا على مستوى التحقيق ولا على مستوى البحث والتحري ولا على مستوى جمع الدليل ولا على مستوى المحاكمة ولا على أي مستوى من المستويات. ذلك أن المعنيين في القانون والدستور الذي يديس والذي عطل بجرة الدبابة
هم من يمارسون انتهاك القانون وانتهاك الحقوق وانتهاك الحريات واستباحة الدماء بشكل ممنهج مضطرد منتظم، بدأ بما أشرت إليه واستمر في الحرس الجمهوري واحد والحرس الجمهوري اثنين والنهضة الرابعة والمنصة ورمسيس وأمس وما بين ذاك وذاك. هناك حالة إبادة جماعية لفصيل من الناس ذو فكر سياسي معين وذو موقف مبدئي معين منتصر للشرعية متمسكا بدستور الشعب الذي أقره بملء إرادته متمسكا بخمس فعاليات انتخابية ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها وحيدتها وصحة نتائجها. هذه الإرادة الشعبية التي ظهرت في إطار قانوني معتبر لا يمكن بحال من الأحوال أن يسوق الخروج عليها تحت أي مبرر وبلا أي مقتضى، وبالتالي كل من ينتصر لهذه المنظومة، منظومة الشرعية، منظومة الديمقراطية، منظومة التعبير المعتبر قانونا ودستورا في كل الأعراف القانونية في سائر الحضارات القانونية المتمدنة في العالم، كل من ينتصر لهذه المنظومة يستهدف كأحد الأهداف جريمة الإبادة الجماعية التي تقترف كل لحظة من أجل تصفيته جسديا وسلبه حق الحياة. اليوم ليست موت الانتهاك ليس حق من حقوق المنتهك في ان يحضر معه محامي او لا يحضر، او ان توفر له ضمانات التحقيق او ضمانات سلامة الدليل وبراءته من الشائبة، او ما يكفل له الاتصال المباشر بمحاميه، او غير ذلك من الحقوق التي تنظمها قوانين الاجراءات الجنائية التي تنتصر للحريات وتعصم الحرية الفردية وتحمي كرامة الانسان. ليس كل هذا هو موت الانتهاك، انما موت الانتهاك الاساسي هو الحق في الحياة، الحق في الحياة لكل من يعارض الانقلاب العسكري، الحق في الحياة لكل من يتمسك بمنظومة القواعد الديمقراطية الصحيحة لنظام ديمقراطي جاء بعد ثورة عظيمة قدم فيها الشهداء وقدمت فيها تضحيات الشعب. وبالتالي هي جريمة إبادة جماعية، هي جريمة ضد الإنسانية. ما يسمى بمنظومة العدالة المحلية ليست عاجزة عجزا مطلقا على أن توفر أدنى الضمانات لحماية مفردات هذه المنظومة ومنظومات المحاكمة العادلة وتحقيق الدليل والبحث والتحري وجمع الأدلة وتحقيق المجرم وتحقيق الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة وإنزال العقاب القانوني المناسب له بعد ضمان محاكمة عادلة له. ليس كل ذلك، هذه المنظومة ذاتها هي التي تقدم الستارة وتقدم الدعم وتقدم الأمن الكامل لمن يقترف هذه الجريمة على مستوى التخطيط وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى الأمر. هذه المنظومة أصبحت جزءا أصيلا من المجرم ومرتكب الجريمة، أصبحت حلقة من حلقات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب. وبالتالي لا مناص، كل دعوة وكل أمل وكل بحث وكل سعي في سبيل إنقاذ دليلي أو تحقيق دليلي أو حفظ دليلي أو تقديم دليل لهيئة عدالة محلية في أي حلقة من حلقاتها هو محاربة طواحين الرياح، هي محاولة محكوم عليها بالفشل ابتداء، هي محاولة عبثا تذهب أدراج الرياح، لا حل ولا مخرج أمام الإنسان لكي يحفظ لنفسه حق الحياة حق البقاء حيا إلا أن تأتي من خلال منظومة العدالة الإنسانية، لجان تحقيق مستقلة تشكل من لجان من جهات من 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 منظمات من هيئات ذات اعتبار، مصر منضمة لكثير من مواثيق بعضها، الكل أحكام ميثاق روما تنطبق على ما نحن فيه، ومجازا كل أحكام الاتفاقيات الأربعة، اتفاقيات جنيف الأربعة تتحدث عن المدنيين والسلميين في حالة الحروب. نحن لسنا في حالة حرب بين دولة ودولة، لكن في حالة حرب حقيقية بين نظام انقلابي عسكري يشن حرب بلا هوادة على الإنسان مطلق، الإنسان الذي يتمسك بحقه، الذي يتمسك بحقه في الحياة، الذي يتمسك بكرامته، الذي يتمسك بحقه في أن يحكم وأن يكون الشعب مصدر السلطات وأن يكون الشعب صاحب السيادة وأن تحفظ إرادة الشعب التي تتجلى وتتبدى وتنبثق من إطار قانوني منضبط ارتضاه الشعب بملء إرادته وضعه في منظومته الدستورية والقانونية، لا في هذا الهراء الذي يتشدق الكاذبون المخادعون المضللون
ويسمونه إرادة الشعب، وهو كذب لكي يستر الجريمة الأساسية التي انعقدت في ضمائرهم والتي اجتمعت عليها إراداتهم وكانت مع سبق الإصرار والترصد لكي يعملوا القتل، والقتل الممنهج والقتل المنتظم والقتل المستمر والقتل المضطرد في كل من يتمسك بحق الحياة، حق الكرامة الإنسانية، حق الشعب، هذا الشعب أن يكون حرا، أن يكون لهذا الشعب ديمقراطية تضمن له أن يكون مصدر السيادة وصاحب مصدر السلطان وصاحب السيادة، وأن يختار بمن إرادته وأن يحترم الكل. هذا الاختيار وهذه الإرادة، وما قاله عبد الفتاح السيسي أمس من أن شرفا له أن يكون أمينا على إرادة الشعب وليس شرفا له أن يحكم مصر، هذا هو دلالة السقوط الرئيسية. من الذي عينه وصيا على الشعب؟ من الذي اختاره أمينا على إرادة الشعب؟ الشعوب هي الأمينة على إرادتها، والشعوب الحرة هي التي تحمي ديمقراطيتها، ذلك أن الشعوب مصدر السلطات وليس بحال من الأحوال أحد أفرع السلطة التنفيذية هي الأمينة على إرادة الشعوب، ليست وهي هذا الذي يقوله هي وصاية على إرادة الشعب، هي سلسلة لإرادة الشعب، هي قول فرعون في القديم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أكتفي بهذه الإشارات المجملة حول كل ما جرى، وعندنا الكثير الكثير، وأقل هذا الكثير هو ما يمارس الآن في هذه اللحظات وهذه الساعات من امتناع مصلحة الطب الشرعي من إصدار تقارير طبية شرعية لمن قتل بالأمس توصف الحالة وتجري تقرير صفة تشريحية يحدد ما بالجثث من إصابات، والجثث كلها تم حقها، الجثث متفحمة لكي تخفى أدلة الجريمة وتخفى دلالات الجريمة في من وقعت عليهم الجريمة، جريمة القتل، وهم بيد السلطة الانقلابية، وهم تحت يد السلطة الانقلابية وتحت تصرفها، قتلوهم جميعا وحاقوا جثثهم، ويرفضون الآن أن يسلموا جثثهم إلى ذويهم إلا أن يوقع ذويهم أنهم ماتوا جميعا مختلقين أو منتحرين. ورفض الناس ورفضوا استلام الجثث، والجثث على حالها وباقية ما لم تتحرك لجنة تحقيق دولية مستقلة بتوثيق هذه الأدلة الآن لكي تعرض في حينه على جهة عدالة يطمئن إليها الضمير الإنساني ويطمئن إليها الضمير المصري، غير ما يسمى بمنظومة العدالة القائمة الآن في مصر والتي تقدم الغطاء، كل الغطاء لمن يرتكب الجريمة، لأنه لو لم يبطل قدم هذا القطاع من اللحظة الأولى منذ أن ارتكب القتل ممهلا في دسوق في 21/6 لما توالت مسلسلات القتل اليومي، لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق الواسع، لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق العريض الذي أصبح يشمل كل الشعب المصري اليوم. شكرا. كمل بس احنا وردنا الآن.